السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. في الفيديو تاع اليوم حبيت نكمل لكم الحكاية تاع أنثى الكناري اللي حطيت لكم فيديو عليها وهي تبني العش، ونشوف المشاكل اللي صرات لي معها ونحاول نحلها معاكم. أنتم تستفيدوا وأنا نستفيد بربي إن شاء الله. كما راكم تشوفوا راي باضت لي أول بيضاء في أرضية القفص وتكسرت، وهذا وعلى هذا راح نقول لكم على الاسباب اللي تخلي انثى الكناري تبيض اسفل القفص، ونحاول نمد لكم بعض الحلول باه نتجاوزوا هذه المرحله مع بعضنا. نبداو باول حاجه تخلي الانثى تضع البيض خارج العش، هي انك تطفي عليها ضوء وهي مازالت ما حكمتش بلاصتها وما رقدتش في العش. كما صرات لي انا وحده من بناتي دخلت للغرفه الطيور، وكيما خرجت طفات وراها الضوء كيما احنا الجزائريين كامل عندنا عقده من الضوء، جامي لا تخرج من بيت وما تطفيش وراك الضوء، يدك لا ارادي تروح تطفي الضوء. الله غالب، بنظل نوصي نقولها ايه بنتي خلي الضوء شاعل. انا اللمبه تاعي هذه اللي مركبتها في الغرفه الطيور نتاعي تشعل وحدها وتطفى وحدها، كيفاه تسمى مركبتها لهم، هما كيما يتحركوا الطيور تحس بالحركه هذيك تاع الطيور تشعل. الصباح تقريبا هما كيطل الشمس هكاك وهما يبداو يتحركوا بشويه هي تشعل لهم اللمبه ينوضوا يدوروا عادي، وكيما ثاني يحبسوا الحركه يعودوا ما يتحركوش مع المغرب هكاك، وما يبداو يحكموا البلايص نتاعهم. يخي على بالكم كل طير عنده بلاصتو وين يركض فيها، وما يبداو يحكموا بلايصهم وهي تحس باللي الحركه نقصت تطفى وحدها. على هذيك انا مخليتها ديما شاعله على خاطر تطفى وحدها وتشعل وحدها. تسمى الانثى تاعي كيما نضت الصباح لقات روحها فوق المجثم والظلمه ما قدرتش تروح للعش نتاعها، باضت للبيضه في القفص. على هذه لازم ما تطفيوش الضوء نتوما حتى تشوفوا الانثى راح حكمت العش نتاعها، وطفيو على روحكم الضوء عليها. وثاني حاجه تقدر تصير انه العش تاعكم يكون فيه الفاش، على هذيك انا يا حكيت من قبل على العش، قلت لكم الخيوط اللي تبني به الانثى العش لازم من قبل تحطوهم في المنقوع تاع الحلبه وتخرجوهم تحطوهم في الشمس تشيح مليح، ومن بعد تمدوا لهم تبني به. بربي ان شاء الله الفاش يخاف من الريحه تاع الحلبه واكيد مش راح يتكاثر لكم فيه، وتحافظوا على النظافه تاع الطيور نتاعكم القفص بربي ان شاء الله تمنعوا من هذه الحكايه. ثالث حاجه تقدر تصير لكم انها الانثى تكون بكريه مازالت ما تعرفش، هذه اول ولاده ليها قادر تبيض لكم خارج العش. على هذه لازم تديروا اسفل العش اسفل القفص شويه رمل ولا قطعة قماش تكون شوية خشينة، كي تبيض هذيك الأنثى هزوا البيضة هذيك استبدلوها بيض بلاستيكي حطوها في العش وخليوها بربي إن شاء الله تزيد تولد عليها بعد. ورابع حاجة هي كثرة الإزعاج تاع المربين، كي يربيو طير جديد يبقاو يعسوا فيه ويواقبوا عليه هاو دخلها وخرج، هذاك الطير راح يتوتر وما يقدرش يقعد براحته وما يقدرش يرجع للعش وما يقدرش يبيض لكم في العش. على هذه نقصوا شويه الاهتمام الزايد. حاولت نجمع لكم اهم الاسباب اللي تخلي الانثى تضع البيض خارج العش، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. ولهنا هذه هو العش تاع الانثى تاعي، زادت باضت لي 3 بيضات ونجحوا لي بربي ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا مخصبين ربي يرزقنا ويرزق الجميع ان شاء الله. ولهنا وصلت نهايه الفيديو، وصلت للحكمه اليوم اللي تقول قد تبكي وهذا حقك، وقد تحزن وهذا حقك، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تنكسر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.